قلتي انه ابنك ما عندوش مشكلة ان انتي بترقصي ولا عنده مشكلة لا 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 لا. في حبك وشغلك لا لا لا. للرقص الشرقي. He's proud of me. بس ما بيحبش يتفرج عليكي. لا 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 خالص. هو ما بيحبش يعني ما بيحبش الفن ده. هو بيحب حاجة تانية لان سنه. يعني هو بيحب حاجات تانية مزيكا مختلفة حاجة مختلفة. لا 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 ما عندوش اي مشكلة. بالنسبة له يعني الرقص الشرقي موضة قديمة مثلا؟ لا ده مرة وهو صغير شافني قال لي مامي انتي احلى من هانا مونتانا. دينا عندك اي جرح باقي جواكي من ناحية والدك؟ خالص ده حبيبي. لا 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 حتى لو سمحتي؟ لا انا كنت بحبه لاخر لحظة. انا ما صدقتش انه مات. انا ابويا كان صاحبي. يعني لما مات سري بقى ليا. طب اتقال انه نفس الاوتيل اللي توفى فيه هو الاوتيل اللي رقصتي فيه تاني يوم تقريبا؟ لا 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 بابا توفى في مستشفى السلام مش في اوتيل خالص. رقصتي في نفس اليوم او تاني يوم؟ تاني أو يوم احيتي حفلة؟ اه. وجوزي لما مات برضو عملت المسرح في نفس اليوم. دفنت ورجعت كنت بعرض مسرحية مع الاستاذ عادل امام. بس مسرحية مفهومة؟ لا وشغل مفهوم. كل الشغل مفهوم. طب اشرحيلي ده اشرحيلي الإحساس ده. لا أنا بعرف أفصل. يعني أنا ممكن أبقى متضايقة جداً. أصل أنا لو اعتذرت عن كل شغلي لما أبقى متضايقة يبقى مش هشتغل. لا بس بابايا توفى دي مش لما أبقى متضايقة. يعني وفاة والدي دي لما أبقى متضايقة. معلش ما استنيت يوم لحد أنت ما... جبروت يا دينا. لا مش جبروت. أنت جبارة. لا خالص أنا بعتبر إن ده شغل. أنت هتدفني وتاخدي العزا وتاني يوم هتنزلي مكتبك وتبقي حزينة برضه. يعني الحزن ما بيتقطعش في يوم وما ولا 40 يوم ولا لحد النهاردة. كل سنة يوم عيد ميلاده بزعل. إحساسك إيه وانتي بترقصي وانتي حزينة؟ لا بطلع شغل بقى مش قادرة أقولك. أحلى أيام برقص فيها لما بقى متضايق. لما بيبقى جوايا موجوع. مع ان الرقص المفروض انه بيعكس البهجه الا انه كمان يقال انه بيفرغ المشاعر السلبيه. كل حاجه ده دوره في حياتك بيعمل لك كده. بصي الرقص هو حياتي تقريبا. يعني انا ما انا دايما بقعد بيني وبين نفسي اقول ايه هي الناس اللي ما بترقص بتعمل ايه. يعني ازاي بيخرجوا الطاقه اللي جواهم وهم ما بيرقصوش. يعني هو بالنسبه لي حاله. يعني عمري كله يعني ضحيت عشانه كتير وحياتي ويومي وبرنامج جسمي وأكلي وشربي وكل للرقص. فما تقدريش تقولي إنه مش حاجة مهمة في حياتي. هو أهم حاجة في حياتي.